نتحدث الآن إلى مراسلنا في القدس أمير الخطيب في رام الله يارا العملي وفي غزة صالح الناطور. أمير، لو بدأت معك، كيف تستقبل في إسرائيل هذه التصريحات من قبل المسؤول الإماراتي أنور قرقاش؟ الإمارات متحمسة جدا لتوقيع تطبيع العلاقات في أسرع وقت ممكن. هذا من جانب الإمارات، ومن الجانب الإسرائيلي هناك أيضا ترحيب كبير بل واحتفاء بظهور وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على إحدى الشاشات الإسرائيلية، وهو موقع رائد إخباري رائد وله شعبية وقاعدة شعبية واسعة جدا في إسرائيل، يتحدث مع المحاور الإسرائيلي عن المصالح المشتركة بين البلدين والمصالح المتبادلة أيضا بين البلدين. ترافق ذلك أيضا وائل مع ظهور جماعي لنشطاء يعني يدعم يدعمون تطبيع العلاقات وهذا التحالف الإماراتي، نشطاء خليجيون على وسائل إعلامية مختلفة منها هيئة البث الإسرائيلي الرسمية. كان هناك في النشرات المركزية ظهور إذن للنشطاء من هذا النوع يباركون ويرحبون بالإعلان عن هذا اتفاق السلام وهذا التحالف المعلن منذ يوم الخميس ما بين إسرائيل والإمارات. اليوم الإعلام الإسرائيلي يسلط الضوء أكثر حتى على علامات الاستفهام حول الدول التي ستنضم إلى هذا الاتفاق وستبرم اتفاق سلام وستعلن عن اتفاق سلام وتطبيع علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل في القريب العاجل وبالتحديد ما قبل الانتخابات الأمريكية الرئاسية. هذا هو السؤال المطروح في وسائل الإعلام الإسرائيلية خصوصا بعد التصريحات التي نشرتها صحيفة ديعوت أحرنوت على لسان رجل أعمال إسرائيلي يعتبر أحد العرابين لاتفاق السلام الإسرائيلي الإماراتي وهذا التحالف الإسرائيلي الإماراتي، والتي تحدث فيها عن تصريحات على لسان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والتي قال فيها أو تطرق فيها إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل. إذن هذا هو محور الاهتمام الإسرائيلي اليوم بعد 24 ساعة الأولى من الإعلان عن هذا الاتفاق. يارا في رام الله، حدثينا عن ردود الفعل الفلسطينية شعبيا وحتى على صعيد الفصائل على هذا الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي. نعم وائل، دعني أبدأ على الصعيد السياسي والرسمي الفلسطيني. كما استمعنا إلى محمود العلول نائب رئيس حركة فتح اليوم في المؤتمر الفلسطيني الرافض لمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، قال إن الموقف العربي اليوم يعاني انهيارا، خاصة وأن القيادات الفلسطينية كانت طالبت من الدول العربية التواصل مع الإمارات لثنيها عن هذه الخطوة لكن لا استجابة حتى الآن. أيضا العلول قال بأنه هذا القرار أو هذه الخطوة تشكل خذلانا للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني كذلك الأمر، وركز على أنه للإمارات يعني باع طويل في العبث بالشأن الداخلي الفلسطيني، وهذا ليس بغريب، لم يكن مفاجئا. صحيح أنه شكل خذلانا وخيبة أمل بالنسبة للفلسطينيين كما جاء على لسان العلول، ولكن حتى في هذه المواقف العلول قال بأنه السلطة الفلسطينية طالبت من جامعة الدول العربية أن تعقد مؤتمرا أو اجتماعا عاجلا لبحث ما جرى بين الإمارات وإسرائيل، لكن هناك الكثير ممن لا يعول على استجابة الدول العربية لذلك، خاصة وأنه كان سابقا صائب عريقات طالب أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن يصدر بيان إدانة لما جرى أو أن يستقيل، ولكننا لم نستمع إلى أي رد، بالعكس استمعنا إلى ترحيب مصري بهذه الخطوة وترحيب بحريني وعماني كذلك الأمر. على الشق الآخر والجانب الآخر، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد قال بأنه هذا الإعلان يشكل إضعافا للموقف الرسمي الفلسطيني الذي كان أحوج ما يكون إلى دعم عربي، وهو الموقف الذي أعلنته السلطة الفلسطينية بقطع كافة علاقاتها مع إسرائيل في فبراير الماضي. هذا على الجانب السياسي.
السياسي على الجانب الشعبي. هناك المؤتمر الذي عقد اليوم في مدينة نابلس بعد نحو ساعة سوف تنظم وقفة هنا وسط مدينة رام الله منددة بهذا الاتفاق. وبحسب قياديين في منظمة التحرير الفلسطينية فإنه جاري التنسيق لفعاليات شعبية في الأيام المقبلة. وائل، هذا في الضفة. صالح، ماذا عن الوضع في غزة وكيف تتعامل حركة حماس مع الدعوات الفلسطينية المتكررة الآن لإنجاز المصالحة الفلسطينية أخيرا؟ تتعامل معها بالدعوة هي أيضا إلى الوحدة الوطنية وإلى المصالحة وإلى التقارب ما بين الفصائل الفلسطينية لمواجهة كل هذه المخططات الإسرائيلية والأمريكية وأيضا ما وصفته بالهرولة دول عربية نحو التطبيع. حماس في بياناتها الصحفية وفي تصريحات المسؤولين منذ الإعلان عن هذا الاتفاق دعت إلى هذا التقارب وإلى هذه الوحدة وإنهاء الانقسام الفلسطيني، إلى جانب دعوتها أيضا إلى الاستمرار في التظاهر والاحتجاج أولا لرفض واستنكار هذا الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، وأيضا هي ربما محاولة قدر الإمكان لمنع أو كبح نية نوايا دول أخرى قد تحذو حذو الإمارات في إبرام أو في مجاهرة في العلاقات بينها وبين إسرائيل. بعد نحو ساعة من الآن هناك دعوات أو تظاهرة لحركة حماس دعت إليها، إضافة إلى أن هناك أيضا مساء هذا اليوم ستكون هناك تظاهرات في أكثر من منطقة في قطاع غزة احتجاجا واستنكارا لهذا الاتفاق في الوقت الذي يشهد في قطاع غزة توترا أمنيا. 3 أيام مضت كان هناك قصف إسرائيلي على غزة، لكن ذلك لم يمنع الفلسطينيين وحركة حماس إلى الاستمرار في الدعوة بالاحتجاج والتظاهر لاستنكار هذا الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي. شكرا لكم جميعا مراسلينا صالح الناطور في غزة، يارا العملة في رام الله، وأمير الخطيب في القدس.